It's a new day! Yes! خوتي خواتاتي، يوم جديد ان شاء الله غادي نعيشوا مع بعضياتنا. عطيتوني غادي القهوه باش نجلس شويه ونخدم شويه، نديروا المونتاج وداكشي كما كتعرفوا. في الحقيقه اخيب حاجه هي ما تكونش عندك سميتو، ما تكونش عندك كونيسيون في الدار، كتلقى صعوبه بزاف خصوصا ملي كتشارجي ديك ديال 4G وداكشي، والو لا علاقه بحق تصور، ما كديش ليا حتى نهار واحد. يلا لقيتوني ساليت دابا، عرفتي 8 السوايع ديال الجلوس ظهري عواج. شوني ان شاء الله غادي نمشي نقص شي حاجه، حيت هي الجوع هي الجوع. عرفتي من الاشياء الزوينه في الخدمه ديال البيسي هو ملي كتكون عندك شي حاجه روتينيه ولا شي حاجه بحال هكا كديرها، كتلاق كتبقى تسمع المحاضرات ولا كتسمع لاي حاجه. يعني محاضره ديال تاد بلونجلي هذاك اللي قلت لك توريتكم شحال هذه تاد اي تاد، يا اما في مجال يا اما في الدين يا اما في الدومين ديالك، المهم هو في هذاك الوقت اللي انت كدير فيه ديك الروتينيه حاول دير لي زياد وتسمع واسمع الاشياء الزوينه. حكم فيه الجوع خصني نجي ياكلش من محاضرات ولا مبادره. اوكي وحنا جينا سيدي هنايا، وخونا باك يقصي. واو لقيت اخوكم شارج دابا الحمد لله شبعنا. انا من الحوايج اللي دايره فيا وانا مني كنمرض الحراره كده جميع الطاقه ديال خوكم كتمشي. ثانك يو. هاو ار يو؟ ام فاين. يا الله يحفظك. بخير سالي، جبتي لنا شي كاسكيطه مزيانه. قال لك بدل هادي ها نشوف. معكم ايوب كي بدل الكاسكيطه. انا كيعجبني هادو ديال ولكن هادي صغيره على راسي. واو كما كتشوفوا شرينا هاد الكاسكيطه، ما عرفناش واش مزيانه ولا مزياناش، المهم غير باش نبدلو بها ونبقاو شبيه هاد الشابو شابو شابو. عاد دابا يلاه لقيتوني غنرجع للدار ان شاء الله. خوكم مساله جيت للدار انايا، بغيت نجلس شويه نرتاح وداكشي، تصدقت مديني شويه نعاس وداكشي مع خوكم مريض ديال بصح النهار، ولكن ضروري خصنا نديرو هاد الفلوج لان غنمشيو غنديو ليهم اليوم نبدلو ليهم انا وصاحبي خالد غنمشيو ان شاء الله نمشيو نبدلو ليهم المنزل. عرفتي شحال ولا كنقول غادي نبدل ليهم المنزل؟ اليوم ان شاء الله اليوم غنمشيو نبدلو ليهم المنزل ديالهم. ليتس جو. فوالا دابا جيت نشري لي داك المنزل. شو لقينا هنايا؟ اوه صغيورين. عرفتي راه كانوا عندي دابا مساكن دابا 6 شهور. اش من 6 شهور؟ 9 شهور. 9 شهور مساكن بلا نتا. غيفرسوها مسكينة هادي. الله يلا. شي شي. اش بان لكم الدار زوينة؟ حنا داو الدرس كيبقاو ولادها كيجبرو اتساع. يا هادشي علاش انا بغيت نشري لهم دار كبيرة. غنشوفو سيدي دابا اخر ما كاين. من كتهزو موك؟ كيناش اه عندك يكون تاو ذكر. لا 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 تصور. باش كتعرف انت ولا ذكر؟ باش كتعرف دابا هادي ذكر؟ كلشي عندي ديك بحالهم هذيك طويله شي هنايا. شفت ندي ناخذ لي مقله هذه تنجي ياك. دابا شحال يطلع لنا هادشي كامل؟ غتفرق عاوتاني جيب ليهم تمن 180 درهم. اين هادشي؟ هادشي راك تعرف انا حترم فيه راه حرمتهم من الطبيعة ديالهم. هنا شو كيضربوا عليها والله حتى ساخي بالله. لا لا شدي شدي لا حل 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 حيدو 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 والله حتى تضاربوا عليها بالله الله حتى والله الا تضاربوا عليها دريتي شو تابعوا كي هزها هي حيدها حيدها هي حيدها. واو واخيرا سيدي انا شرينا اليوم منزل جديد. خسرت عليهم تقريبا 400 درهم ولكن في الحقيقه يستاهلوا لان تقريبا 9 شهور
ونحبسهم يعني يسهلوها منزل جديد يسهلوا عروسة جديدة. صافي دابا نخليهم عندكم ترجع ان شاء الله دابا مع مسافر فهمت ترجع ان شاء الله وديك الساعه يلا دابا عنده الماكلة عنده كل شيء صافي يلا سلام شكرا. واو حطينا الشوتر زيق عرفتي راه والله عرفتي لانني ظلمتهم هذا النهار درتو على ودو من نهار خالص اليوم لان فعلا دابا الانسان كيقولها حيوان داش ما عنده ما يعطيني مش عنده ولكن ممكن هذاك الحيوان يوقف لك في الطريق. واو واو كما كتشوفوا اخوتي اخوكم دابا جا هنايا باش يشد السول ما عندنا كنتمنى العيد زادكم رائع جدا ومبارك كنتمنى الوقت الجميل اللي دوزتوه مع العائله ديالكم يكون رائع جدا. اش رايكم اخوتي انا اخوكم يلا غنمشي غدا ان شاء الله غنعيد لان الفلوغ ما كنديروش في النهار اللي كنديرو نتوما كما نتوما عارف هذيك الخطره ملي كدويت على القضيه ديال كندا انني غنقدر نوقف ولا شي حاجه انا ما قلتش لكم غنوقف انا غنحاول ما امكن انني نخدم باش ما نوقفش لي فلوغ علاش لان السر ديال النجاح هو الاستمراريه وكل ما استمرنا اكثر كل ما تواصلت معكم اكثر وكل ما تعرفتوا لي اكثر وان شاء الله احنا مستمرين في الفلوغ ديالنا رغم اننا ما كنلقاوش وقت بزاف لكن كما قلت لكم ان شاء الله جايين افكار جايه في الطريق باقي كنوجد لها دابا كنخطط لها ومازال وان شاء الله جاي واحد الافكار اللي غتعجبكم كامل اللي كيشاهد في الفلوغ ديال عائله ايوب ان شاء الله. غادي يكونوا دايرين واحد المسابقه ديال في الجروب ديال عائله ايوب اللي ما دخلش ليه دخل ليه راه تبارك الله ان شاء الله هذاك الجروب غير دابا كيتجمع فيه العائله وغتبقى دائما اي ايفنت تحضر اي انا فين كاين انا فين غادي نمشي لاي مدينه اي حاجه غنحضروا لها غنحضروا لها مجموعين وكنكتبها في داك الجروب. كنا درنا واحد المسابقه في الجروب واللي هي اللي فاز بها غادي نحاول نوصلوا ليه الشيء ديالو ولا الافكار اللي باغي يدير ولا الجروب ولا اي حاجه. فازوا شخصان هو ناصر ومحمد. ناصر قال لي خصك تبارطاجيه هو كيدير داكشي ديال البودكاست عنده شان في يوتيوب دخلوا ليها غتلقاو اللين ديالو في الديسكريبشن. واخي محمد عنده واحد الجروب رائع جدا ديال المصممين والناس المبدعين اللي بغي يديروا دخلوا الجروب ديالو باش تحاولوا ما امكن انكم تبدعوا مع اخوانكم ونساعدوهم. هادشي علاش درت هاد الفكره فقط باش نساعد الدراري ولكن بطريقه زوين ذكيه وهي انهم يبوستوا في الجروب اشياء رائعه ويتفاعلوا مع الناس ويستافدوا منها تستافدوا نتوما ومنها يستافدوا الاشخاص اللي باغيين ننشر لهم في لاشين وكل شيء رابح والحمد لله. الى عجبتكم الفكره كتبوا لنا تحت باننا فعلا نزيدوا ونكملوا في هذه الفكره اللي ما عجبتكمش كل شيء يلا اخوتي كل واحد يكتب لنا كيفاش دوز نهار العيد ديالو وكيفاش كانت الاجواء ديالو في المدينه ديالو والمهم كل واحد يعطينا فكره باش نحاولوا نكتشف كاملين كيفاش دوزتي يوم. يلا اخوتي غنقولكم تشاو تشاو وغدا ان شاء الله سيكونوا احسن. تشاو تشاو. حيد واحد نديرو تما نخليه شويه عاد باش غدا عاود ديرو مع الاخرى صافي هادشي هو الحل.